يا اهلا بالفيلم وهي فيلمنا النهاردة بيتكلم عن شخص بيخسر حاجات كتير في حياته وبيوصل بالحال انه يبقى وحيد وفاشل، وفجأة بيتحول لبطل شعبي وكل الناس بتبدأ تحبه ويبدأ يحس ان هو عايش الحياة اللي كان بيحلم بيها. لكن يا ترى ازاي ده حصل؟ ده اللي هنعرفه في فيلم النهاردة، وهو فيلم الاكشن الامريكي باد اس. لكن قبل ما نبدأ، طبعا لو انت جديد معنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات، وده علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ فيلمنا بولد صغير اسمه فرانك، كان بيعيش حياة بسيطة ومريحة، كان عايش مع أمه وشوية مزارعين في مزرعة. لما كبر وبقى شاب بدأ يحب بنت اسمها مانزي، وبتحصل بينهم قصة حب كبيرة، بس بيحصل طبعا اللي متعودين عليه كلنا. فرانك بيجيله طلب للتجنيد من الجيش الأمريكي وبيقرر يدخل الجيش وسط وعود بينه وبين مانزي إنها تستناه. بيدخل فرانك الجيش وبيسافر علشان يحارب في فيتنام، وبيقعد هناك 7 سنين، 6 سنين بيعيشهم في خدمة جيشه وسنة بيقضيها تعذيب تحت ايد الجنود الفيتناميين. بس فرانك بيكون محظوظ وبيقدر انه يرجع بلده مرة تانية، وبيكرمه الجيش الامريكي على فترة خدمته. بعد ما بيرجع قالك اما اروح بقى زور حبيبتي مانزي، لكن بيلاقيها زي ما احنا عارفين ومتوقعين طبعا، بيلاقيها اتجوزت ومعاها ما شاء الله دلوقتي بنتي. تتدهور بقى حالة فرانك وبيعيش عيشة كئيبة كلها بؤس، وبيدور على شغل في اماكن كتير جدا بس بيترفض منها كلها، وده لانه معهوش تعليم جامعي. بيقدم في اكاديمية الشرطة بصفته كان جندي في الجيش، بس بيترفض فيها هي كمان. بيوصل بالحال كبياع هوت دوك في الشارع، وبيعيش على الحال ده لفتره طويله، وبيكبر في السن وبيتحول لشخص عجوز. بس الوضع بيتغير لما بتيجي عربيه هوت دوك تانية في الشارع وبتقطع عليه في الزباين. في يوم وهو ركب الاتوبيس العام بيدخل 2 شباب بلطجيه وبيحاولوا يقوموا راجل عجوز من على الكرسي بتاعه في الاتوبيس علشان يقعدوا هم، بس الراجل العجوز ده بيضرب واحد فيهم بالقلم. بيحاول التاني يضرب الراجل العجوز ده، بس فرانك ساعتها بيتدخل وبيلحقهم قبل ما يضربوه. ساعتها بقى بيسيبوا الراجل العجوز ويبدأوا يبلطجوا على فرانك نفسه وكمان يتنمروا عليه، لكن هو ما بيسكتش وبيمسكهم الاثنين ويهريهم ضرب. في نفس الوقت شخص من ركاب الاتوبيس بيكون بيصور اللي بيحصل وبينزل فيديو على اليوتيوب وبيحقق ملايين المشاهدات وبيتسبب في شهرة فرانك. بتبدأ بقى حياته تتغير والناس كلها تحبه، وبيتحول لبطل شعبي وشخص بيجيب حقوق الناس وبيسموه الفتوة، وبيطبعوا صورته في كل مكان. بتختاروا الشرطة في الحي بتاعه علشان يبقى مرافق للضباط ويساعدهم في شغلهم، بس بعد 3 شهور بتموت امه، وبيكون جنبه في المحنة دي صاحبه سباستيان، وده الرجل العجوز اللي فرانك دافع عنه في الاتوبيس. وبينقل فرانك علشان يعيش في بيت امه وبياخد صاحبه معاه، وبيجيله ضابط شرطة صاحبه وبيعزيه في موت امه وبيهون عليه. في نفس اليوم بالليل بيقعد فرانك مع صاحبه سباستيان وبيتكلموا مع بعض، وبيقول له فرانك ان هو صاحبه الوحيد. وقتها بيطلع سباستيان من جيبه فلاشة وبيديها لفرانك وبيطلب منه يشيلها معاه، وبعدها بيخرج علشان يروح يشتري سجاير. ولما بيخرج بيقابلوا 2 معاهم سلاح ويوقفوه ويسألوه على الفلاشة وبيهددوه ساعتها بالقتل، بس هو بيضربهم ويوقعهم على الأرض. بيمسك واحد منهم مسدسه وبيضرب سباستيان فبيموت. تاني يوم بيصحى فرانك على خبر موت صاحبه، وبيروح علشان يستلم الجثة وبيطلب من الضابط يجيبوا حق صاحبه اللي اتقتل. بالليل بيروح فرانك علشان يشتري كحول من المحل، وبيهجم على المحل البلطجية علشان يسرقوه، فبيدخل في خناقة معاهم ويضربهم كلهم. بعدها بيروح بيته وبيجيله الضابط صاحبه ويطلب من فرانك يجي يلف معاه في الدورية، بس هو ساعتها بيرفض. تاني يوم بيروح فرانك للضابط اللي ماسك القضيه وبيتهمه ان هو ما بيقومش بشغله ولا حتى بيدور على اللي قتله صاحبه، بس الضابط بيقول له انهم بيقوموا بمجهود كبير علشان يلاقوا اللي قتلوه. بعدها فرانك بيفتكر الفلاشه اللي سباستيان اداها له، وبيروح مكتب الضابط ده علشان يديها له يمكن تساعده في القضيه، بس بيلاقيه قاعد في مكتبه وبيلعب كره مع زمايله. فبيتعصب ساعتها فرانك وبيقرر ما يديلوش حاجه ويدور هو على القتل بنفسه، وبيروح مكان الجريمه ويقعد يدور على اي ادله. بيلاقي ساعتها سلسله ورصاصه، بياخدهم ويروح يسأل على نوع السلاح اللي اتضربت منه الرصاصة وعلى صاحب السلسلة. بيعرف انه السلاح ده سلاح افراد العصابات ودي سلسلة واحد منهم. بيروح بيت صاحب السلسلة واللي بيكون اسمه تيرانس، بس ما بيلاقوهش هناك، وبيلاقي مراته اللي بتزعق لفرانك وبتقعد ساعتها تشتم في جوزها لانه هربان منهم بقاله فترة وسايب عياله وبيلعب كرة سلة. بيمشي ساعتها وبيروح لاقرب ساحة كرة سلة وبيسأل عليه هناك، بس اللي بيلعبوا هناك بيحاولوا يضربوه فبيمسكهم ويضربهم كلهم، وبيقولوا له بعدها على بيت واحد ممكن يكون تيرانس عنده. فبيروح هناك وبيلاقي واحد لابس لبس قسيس وبيحاول يضرب فرانك، بس هو بيكتفه وما بيرضاش يضربه علشان هو قسيس، بس بيطلع في الاخر مش قسيس ولا حاجه، وبيضربه فرانك لحد ما بيقوله على مكان تيرانس. نروح بقى لبانثر، ده بيكون رئيس العصابه اللي قتلت سباستيان، وبيكون بيقابل العمده بتاع البلد لان بيكون بينهم اعمال اجراميه كتير، وبيكون بانثر هو الشخص اللي بيقضي للعمده مصالحه وبيخلصه من اعدائه، وبيطلب منه العمده ينظف الفوضى اللي هو بيعملها اليومين دول وكمان يتخلص من فرانك. وده
ده لانه عامل له شويه قلق وبيمشي العمده. بعدها نرجع بقى مره تانية لفرانك اللي هو راجع من البيت، بيقرر يساعد ست عجوزه في شيل حاجاتها، بس بتيجي عربيه وبتضرب عليه نار، ودي بيكون فعل اتنين البلطجيه اللي هو ضربهم في الاتوبيس، وحبوا ان هم ينتقموا منه ويقتلوه، وبيفكروا ساعتها انهم قتلوه بس هو ما حصلوش اي حاجه. بالليل بقى بيقف فرانك في الشارع مع ابن الجيران وبيرخم عليه شويه، وده قبل ما يسمع صوت خناقه ابو الواد وامه اللي بتكون جوزها ضاربها ووشها بينزل دم، وبيسيب جوزها البيت بعدها ويمشي. بيطلب منها فرانك يساعدها ويوقف النزيف، وكمان بيحضر لها العشاء. تاني يوم بيروح فرانك للمكان اللي اتقاله ان هو هيلاقي تيرانس اللي قتل صاحبه فيه، وبيروح وبيلاقي هناك افراد عصابات وبيحاولوا يضربوه فبيضربهم كلهم، وبيمسك واحد منهم كده ويهدده ان هو هيرميه من الشباك لو ما قالوش على مكان تيرانس، وساعتها بيعرف منه المكان. وهو مروح بيته بيقابله الضابط صاحبه ويركب معاه العربيه، وبيطلب من فرانك ساعتها ان هو يبطل هو بيعمله ده، وده لانه هيتسبب انه يتسجن او انه المفروض ما يتدخلش في القضيه. بيتعصب فرانك ساعتها وبينزل من العربيه، وبيدخل ساعتها بيته بس بيلاقيه متبهدل، وبيلاقي راجل ضخم هناك بيتهجم عليه وبيساله على فلاشه صاحبه اللي اتقتل. بيضربه فرانك ساعتها وبيرميه من الشباك، وبياخد الفلاشه بتاعه صاحبه ويروح بيها للولد ابن الجيران، وده علشان يعرف عليها ايه. اول ما بيوصلها باللابتوب بيلاقي عليها معلومات خطيره ممكن تودي العمده في داهيه، ومعلومات عن صفقات بين العمده والعصابات. وبيروح ساعتها يكمل مشواره في انه يلاقي اللي قتل صاحبه، وبيروح لبنت اسمها تاتيانا، ودي بتكون عشيقه تيرانس اللي قتل صاحبه، وبيسالها على تيرانس وبتقوله ان هم انفصلوا. بيمشي وراها بعد ما خلصت شغلها وبيروح معاها البيت، وبيقرر يدخل من الشباك بس واحد جارها بيشوفه وبيرفع عليه البندقيه. بيقول له فرانك ساعتها ان هو عاشقها وعايز يفاجئها في عيد ميلادها، وعشان كده هيدخل من الشباك، بس الراجل بيبقى على وشك يضربه بالنار لولا ان هو بيتعرف على فرانك، وبيطلع ساعتها معجب كبير بيه وبيقول ان هو بيحبه، وان تاتيانا بتسيب الباب الوراني لبيتها مفتوح دايما. فبيقول له فرانك ان هو نسى الموضوع ده وبيروح علشان يدخل منه، وبيدخل البيت وبيطلع فوق وبيلاقي تيرانس مستخبي في الاوضه، ولما بيشوف فرانك بيضرب عليه نار. بيمسكه ساعتها فرانك وبياخده المطبخ وبيعذبه لحد ما قاله ان مش هو اللي قتل صاحبه، وان اللي قتل صاحبه واحد اسمه بافار وهتلاقيه في المخزن. بيرجع فرانك بيته بعدها، بس وهو معدي كده على بيت جارته بيلاقي الباب مكسور وفي صوت خناقه جوه، وبيطلع جوزها بيحاول يضربها. بيدافع عنها فرانك وبيمسك جوزها يضربه، فبيشتمه جوزها وبيمشي، وبتفرح جارته ان هو دافع عنها وحماها من جوزها، وبتعزمه ساعتها على الغدا. بيروح فرانك بقى يستحمى كده وبيتشيك ويلبس احسن لبس عنده، وبياخد ورد ويروح علشان يقابل جارته، وهم قاعدين بقى بيتغدوا مع بعض. بيقول لها فرانك ان هو فرحان جدا، وبياخد علبه كبريت من على الترابيزه ويحتفظ بيها كتذكار. بعدها مارتن ابن الست دي بيعمل اكونت على الفيسبوك لفرانك وبيحط له الصوره، وبيجي له طلبات صداقه كتير جدا فبيتبسط اكتر. بيقول ساعتها لمارتن وامه يروحوا يقعد عنده في البيت، وده لحد ما يصلح لهم الباب المكسور ده بكره، وبيسيبهم وبيروح الكنيسه وبيقابل القسيس علشان يعترف له بذنوبه، وبيقول له ان هو النهارده هيعمل حاجه ممكن ما تدخلوش الجنه، وهي ان هو هينتقم لصاحبه. بيروح بعدها للضابط صاحبه وبيديله الفلاشه، وبيقول الفلاشه دي فيها معلومات مهمه، وبيطلب منه ساعتها يشغلها. وبالليل بيروح فرانك المخزن اللي تيرانس قال له ان هو هيلاقي اللي قتل صاحبه فيه، وبيروح هناك وبيقابل بانثر زعيم العصابه، وبيحاول فرانك ساعتها يضربه، بس بانثر ساعتها بيقوم معاه بالواجب وبيمسكه كده يكتفه، وبيقعد بقى يكهرب فيه علشان يقول له على مكان الفلاشه، بس فرانك بقى فضل سندال كده وما قالوش على حاجه. بيرفع الكهرباء اكتر وبيكهربه مره تانيه، وبيفتشه فما بيلاقيش معاه اي حاجه، وبيساله اذا كان مخباها في بيته، فبيتوتر فرانك، وده لان جارته وابنها قاعدين عنده في البيت، وبيخاف عليهم وبيطلب من بانثر ما يروحش هناك. وبيعرف بانثر ان هو مخبي حاجه هناك وبيروح علشان يدور بنفسه، وبيقول بانثر لرجالته يخلصوا على فرانك، بس فرانك ساعتها بيلمح براميل بنزين في المكان، فبيفك الحبل اللي رابطين بايده وبيطلع من جيبه علبه الكبريت اللي كان واخدها تذكار لما كان بيتغدى مع جارته، وبيولعه وبيرميه على البراميل فبتنفجر، وبيقوم علشان يلحق بانثر قبل ما يهرب ويقعدوا يضربوا في بعض شويه، وده لحد ما بانثر بياخد ساطور من على الارض وبيعور بيه فرانك في رجله، وبيطلع يجري ساعتها. بيروح بانثر ويوقف اتوبيس وبينزل منه السواق بتاعه وبياخد الاتوبيس ده وبيهرب، وبيشوفه ساعتها فرانك، فبيستاذن من سواق الاتوبيس اللي بيوافق ويطلع يعرف فرانك، وبياخد اتوبيس هو كمان وبيطلع بقى ورا بانثر علشان يلحقه، وبيقعدوا بقى يجروا ورا بعض بالاتوبيسات على الطريق ويخبطوا في العربيات،
وبيدخل ساعتها فرانك في مبنى من الازاز وبيكسره كله. بعدها بيقفوا قدام بعض بالاوتوبيسات وبيقرروا يمشوا باعلى سرعه عندهم ويخبطوا في بعض علشان يموتوا بعض، بس فرانك قبلها بيلمح القطر جاي وراه فبيزود سرعته، وقبل ما الاوتوبيس بتاعه يخبط في الاوتوبيس بتاع بانثر بيغير اتجاهه كده من قدامه وبيكمل بانثر باوتوبيسه، وعلى طول هوب بيخبط في القطر وبتتقلب بيهم الاوتوبيسات هما الاثنين، بس لحسن الحظ ما بيموتوش. بيجري بانثر علشان يروح بيت فرانك وبيجري طبعا فرانك وراه، بس هو بيجري بيقابل اتنين البلطجية بتوع الاوتوبيس اللي بيكونوا فاكرينه مات لانهم ضربوا عليه نار، بيحاولوا ساعتها يقتلوه، بس هو بقى بيديهم اللي في النصيب تاني ويضربهم ويكمل جري ورا بانثر. وبيوصل بانثر بيت فرانك وهناك بيلاقي الست جارته فبيسألها على الفلاشة وبيحاول يقتلها بالسكينة، بس فرانك ساعتها بيوصل وبيحاول يدافع عنها، بس بانثر بيضربه وبيوقعه على الارض. الست جارته دي بتنط على بانثر وبتخنقه من رقبته فبيوقعها على الارض. لما بيشوف فرانك اللي حصل بيقوم يضرب بانثر بغباوة لحد ما بيوقعه على الارض وهو متدغدغ، وبيشكر جارته انها انقذت حياته. وبيكون الضابط ده صاحب فرانك سلم الفلاشة للشرطة، والشرطة ساعتها بتمسك بانثر وكمان بتمسك افراد العصابة وبتقبض على العمدة وبيدخل السجن. فرانك ساعتها بيتكرم علشان كشف اكبر تشكيل عصابي في البلد، وكمان بيتعين ضابط شرطة وبيعيش في بيته مع جارته ومارتن ابنها وبيحس بالسعادة، وكمان بيعيش الحياة اللي كان نفسه فيها. لحد هنا بيخلص فيلمنا. عايز المشاهد كلهم حسوا ساعتها بالسعادة، احنا كمان ممكن نحس بالسعادة لما تعمل لنا لايك دلوقتي وكمان تشترك في القناة، وده علشان عندنا ملخصات نارية لسه تنزل. شوفكم الحلقة الجاية، سلام.